كرة اللعب الآن سيد المساوي بيلعبها لعبة ثنائية ما عمل عمل يعني يبشر بأنه لاعب غاني حقيقي في اللقطة الماضية، ولكن كرة فيها راية فيها راية عباس خلف خلف حصل على البطاقة الصفراء الأولى في هذه المباراة، بطاقة أولى صفراء لخلف خلف علي مقصيد يهدد لكن يبعده المغربي المغربي محمد عبو يبعده وفي شد عضلي للمغربي محمد عبو في عملية إبعاد هذه الكرة في عربي هناك في أبو حليفة، ولكن عاد بثلاث نقاط هو العربي تعامل مع السادس في المركز السادس بينما العربي بالمركز الثالث ويطمح بثلاث نقاط هذه المباراة حتى يكون في 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 هي في الربع ساعة من زمن شوط المباراة الثاني لم يصل بكرة خطرة، ممكن يأتي بخطأ هو السالمية ويدخل في مرمى هدف ثاني للعربي اللي أثبت مكانه الحقيقة مع النادي العربي وقدم مستويات طيبة. لعبة اليمين لمحمد عبو تعود من جديد لعبو سالمية اللي يعني هذا الموسم الحقيقة من خلال النتائج محمد عبو محمد عبو عبو يلعبها في الليل عيدان يلعبو كرة طويلة حتى الآن التمرات طويلة اللي يجب أن السالمية حاول استغلالها جيلاني وعبو وحوار مغربي لكن ينتهي لمحمد عبو اللي بيلعبها للخلف محمد عبو تصل لعبه مرة ثانية محمد عبو الحارس القلاف الذي يغيب عن هذا اللقاء عبد العزيز المسعود وفيصل دشتي محمد العبو راشد الراشد ناصر عثمان احمد العيدان جراح الكسيمي مشاري العازمي عبد الرزاق البطي وعلي فريدون هي تشكيلة نادي السالمية في هذه المباراة. الكرة اولى باتجاه نواف المنصور حارس المرمى، طبعا نذكر بأن نتيجة مباراة الذهاب كانت بصالح النادي الإماراتي من صالح الضيوف في ذلك اللقاء حيث انتصر مدرب البرازيلي الذي يقود فريق الشباب والذي يعني ناحية اليسرى انطلاقة شبابية فريق الشباب يريد أن يكرر فوز الذهاب يريد أن يعيد الكرة ويفوز مرة ثانية ويحقق نقاط ثلاث جديدة يضيفها إلى رصيده. انطلاقة كانت في الناحية اليسرى من ناصر مسعود قطعت الكرة من أمامه أبعدت عن طريق جميلة أمامية خطيرة وسريعة عرضية في الناحية اليسرى محمد ناصر يهيئ عرضية قصيرة كرة في الناحية اليسرى لمحمد ناصر تمريرة قصيرة السقوط من ناصر مسعود على أرضية الملعب وخطأ يحصل عليه فريق الشباب من جديد فريق الشباب يهاجم ومن جديد فريق الشباب يحصل على الأخطاء وهو الأكثر محاولة على المرمى هذا حمدان قاسم هو من سقط وهو من تعرض للعرقلة واضح هنا اللاعب حمدان قاسم يسقط بعد عرقلة بعد تدخل كان في اللقطة الماضية تلت ساعة مرت على انطلاقة وبداية الشوط الأول في هذا اللقاء 20 دقيقة على انطلاقة أحداث الشوط الأول والنتيجة لا زالت سلبية بين الفريقين والأداء الإمارات على بداية وانطلاقة أحداث في هذا الشوط الثاني ساعة كاملة على بداية هذه المباراة انطلاقة بالهجوم المرتد لمصلحة فريق السالمية محمد العبو طبعا دفعة معنوية شديدة لفريق السالمية بتصدي حارس المرمى فريق الشباب عرضية خطيرة إنما اللمسة رأسية من المدافع المتقدم المغربي محمد العبو بعيدة كرة في وسط الملعب لمسة أولى هناك 22 نواف المنصور بدر السماش نايف زويد وهناك أيضا راشد محمد كما ذكرت كان على قدر هذه الإمكانيات وهو مدافع منتخب الكويت ونادي القادسية الكابتن محمد نادي الكويت ونادي كاظمة في قمة أخرى أيضا اليوم بالدوري الممتاز وهذه أيضا القمة المحترفة المغربي حطة بينية عبو مرة ثانية شوف القادسية بدأ يتحرك الآن بيضغط على حامل الكرة في فريق نادي السالمية في محاولة الإحراز محمد راشد لعبها في الأمام لكن تنقطع وتعود للبطي إلى عبو بلمسة للنعنزي تمر لطالع الشيخ لكن أيضا تنقطع وتعود يرجعها للخلف إلى الطاهر مرة ثانية
وتعود لعفو. عفو يلعبها في الامام، عفو الى العيدان، احمد العيدان لاعب الخبره في نادي السالميه لعفو، يجي له صالح البريتشي. البريتشي يمرر، شوف صانع الالعاب، شوف لما يمرر يعني هو الحقيقه العقل المدبر او المفكر لنادي السالميه. يشوت يشوت جهاد حسين لاعب الوتو، ولكن تنقطع. شوف الكرات المرتده، شوف الكرات المرتده كان يعملها بشكل جيد في شوط المباراه الاول نادي السالميه بالوصول للمرمى باقل التمريرات. كره تصل لشاي العازمي، العازمي يلعبها لعفو، لكن ايضا صارت بتعد ايضا لها فائده، لها ايجابيات كثيره منها حلوه، ولكن تتخلص من الدفاع. ابو حمد يلعبها طويله، طويله لاحمد عجب، لكن تنقطع من احمد عجب. تعدي النادي السالميه، فصل لي اللاعب بدر الطاهر. طاهر يلعبها، هي البلوش يحاول يشوت، ترتد العجب ولكن تتخلص وتعود مره ثانيه نادي القادسيه. وين تو، لكن ايضا تنقطع. صانع الالعاب صالح البريتشي يحولها البريتشي للامام، العرضيه جميله البلوشي ويخلصها دفاع السلميه. تصل للبطي، يلعبها طويل علي جواد لاحمد عجب، لكن بالطول من احمد. ملعوبه العوديه من البلوشي، تتخلص وتعود سلامه، يحاول يحطها اماميه لاحمد عجب ولكن تنقطع. شوف الاعاده هني، شوف الاعاده مع جراح عبد اللطيف، لكن ما فيها تعمد من جراح من اللاعب. يعود بقوه للمواجهه، منافسه على صداره هذه المجموعه اماميه. عجب عجب، يا سلام عليك يا عجب، لكن ايضا دفاع. خلصها عبو، تعود لالكس، حطها لكن يلعبها جاد. وين تنقطع، حاول انه يركنها. خطره العرضيه اجمل من العازمي وراسيه، لكن يا الله يخلصها مهدي، ولكن مهدي وكره اماميه لخلف السلامه. حاول استغلال تقدم حارس نادي القى السالميه. شوف هنا الاعاده من العازمي، لعبت براسيه من النشيط، لكن في نفس المكان السالميه ايضا الرياضي في مواجهه يعني اعتقد انها من افضل مواجهات بطوله. هذه نمر اعزائي المشاهدين متابعينا في كل مكان بدري لاصحاب الصداره الكويت والقادسيه، التعادل الايجابي حاضر في هذا اللقاء، لان السالميه في محمد العبو طويلة على طول ناحية واحد. واول خمس دقائق او اربع دقائق ونص من زمن الشوط المباراة الثانية، وهذه الكرة الطويلة لاير شميري خلف المدافعين، لكن عبو محمد عبو الى دقيقة 14 اثر اعاقة ايضا جاد حسين كما يرى. عبو ضاري سعيد العرضية، ولكن متابعة من العبو محمد عبو، وبالتالي ابعاد على طول الى خارج الملعب. تبديل قادم بالنسبه للغاتيه ايضا قد يكون هو روجيريو سريع، ولكن تضرب برا الملعب اماميه حماس البوطي و السالميه واحد، سالميه واحد الكويت لا شيء، ملعوبه البوطي يعني بيحصلها. النصر عنده 10 نقاط في كاس الاتحاد، بيرسل الكره اماميه، تواجد أيضاً